السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة اسمها الأفيليت أو الربح من العمولة أو البيع بالعمولة، هو عبارة عن إيه؟ إن المنتج مش معاك، أنت مش معاك المنتج، لكن الشركة عايزة حد يسوق لها، فبدل ما تعمل إعلانات كده بتقول لك والله لو عرفت تجيب لي حد يشتري المنتج أنت ليك نسبة. النسبة دي ساعات بتبقى حاجة كبيرة وساعات بتبقى نسبة قليلة. ليه؟ لأن لو هي بتبيع حاجة زي سوفت وير او بيع صور او بيع فيديوهات، يعني حاجه لو بعت منها 1000 زي ما بيع منها 100 مش فارقه معاها، فممكن تديك نسبه كبيره، ممكن تديك 25% 20%. لو هي بتبيع منتج حقيقي فصعب انها تديك نسبه كبيره، بيبقى 3%. لكن لو بتبيع مثلا جهاز غالي لابتوب بيبقى النسبه بتاعتها كويسه. يعني مثلا امازون من ضمن الحاجات اللي معتمد عليها امازون افليت ماركتنج بروجرام، بتخش على الصفحه اللي سيبالك اسمها افليت بروجرام دوت امازون وتقول له انا عايز اعمل حساب ساين اب، تمام؟ وليه اعتقد ممكن نبقى نعملها فيديو مستقل كده، لكن في الاخر بيبقى عندك حساب وتقدر ان انت تاخد رابط من عندهم، يقول لك لو اي حد دس على الرابط ده ودخل واشترى حاجه ليك نسبه. يعني حطيت انت الرابط ده، مثلا انت راجل عندك ناس كتير على السوشيال ميديا وفي منتج انت جربته وعجبك، لازم تصدق. يعني لو انت حطيت حاجه وانت مجربتهاش وما تعرفش هي ايه وان طلعت وحشه، الناس هتفقد الثقه فيك اصلا. يعني تخيل واحد صاحبك قريبك مش على كلامك واشترى الحاجه دي وفعلا طلعت سيئه، فبتبقى حاجه سيئه جدا. طيب في مثلا ده مثلا موقع من مواقع الذكاء الاصطناعي اسمه كاتل، موقع جربته وعجبني الصراحة، وموقع عربي وذكاء اصطناعي وكده، بيديك إمكانية إن لو حد اشترك من خلالك بيبقى ليك مبلغ، تمام؟ تسويق بالعمولة اهوت، تمام؟ بيقول لك الرابط ده لو أنت اديته لحد، تمام؟ واشترك بفلوس بيبقى ليك فلوس. يعني أدوات مجانية مثلا اشترك من خلالي 83 شخص ماليش حاجة خالص، في 2 بس اللي اشتركوا، الاتنين اشتركوا دول هياخد على كل واحد فيهم 12.5، يعني في حدود 25 دولار، تمام؟ اي شروط الاشتراك في البرنامج، هتاخد عمولة 50% عن كل عملية اشتراك، وهيتم تتبع النقرات لو وصلوا ل 100 دولار ليك ان انت تاخد الفلوس، تمام؟ دي موجودة في مواقع كتير جدا، بس المهم يكون انت ليك قناة على اليوتيوب او الانستجرام او الفيسبوك فتكسب. والمهم ما تحطش حاجة انت مش مقتنع بيها، ما تحطش حاجة تغش بيها الناس، حتى لو هديك 100% من العمولة، لان هتحسب على الحاجات دي مليون. طيب في مش لازم يديك فلوس لكن يديك خدمات، وده كتير جدا اغلب المواقع بتعمل معايا، بيقول له والله اعمل ريفير فريندس، لو حد اشترك من خلالك هيبقى ليك فرصه ان يديك خدمه ببلاش، صور ببلاش، ايقونات ببلاش، حاجات خدمات من عندهم مجانيه، بيبقى ليك رصيد. مثلا هو كان في مواقع كتيره مثلا عملت انا الفيديو، قال له والله في المقابل اللي انت عملتنا كده هنديك خطه اشتراك مثلا شهر مجانا، سنه مجانا، بحيث ان انت تعمل فيديوهات اكتر، فهو كده كده مستفاد ما دفعلكش فلوس. فدي فكره الافليت، حاول تفكر ايه المجال اللي انت مهتم بيه وايه المجال اللي الناس متابعينك عشانه. مثلا ممكن تكون انت متخصص في الكهرباء مثلا فالناس متابعينك، فممكن تحط افليت لمنتج انت عارف ان هو احسن حاجه موجوده في السوق، فدي انت تكسب وصاحبك يكسب والشركة تكسب.